اول حاجه نتفكرها بالكدي على لي جي سي سي سيتي وين عمري 7 سنين سيتي ان 86 نورمالمون 7 سنين كان مانيش غالطه خاطر خديت ورقه كبيره ب 5000 من عند بابا باش حضرت معاه الافلام بون كنت ندخل معاه على طميعه مش على مش بارسي لي فيلي مي كنت نمشي مع بابا يرحمه نحضر الافلام لي بروجيكسيون تاع لي جي سي سي نرقد شويه في الصاله ومن بعديك نخرج ونمشي كنا للريسبسيون تاع الانترناسيونال كانت هذيك يتلموا الناس دونك معناتها شفت عباد في المسلسلات سورتو المصريين راهم في التلفزه دونك سيتي هذيك اول حاجه نذكرها على جي سي سي اول شخصيه اللي نعرفها من قبل ملي انا صغيره من التلفزه ومن لي كاسيت فيديو قابلته مني لي وقعدت ايامات نحكينا ويستي عمر شريف جي ان سي 2004 2006 وقتها فما لوفيرتور في القبه وسيد احمد بهاء الدين عطيه يرحمه كان موجود هو وقت المدير الشرفي نتاع الدوره هذيك وفي البوز سيجاريت عيط لي قال لي ايجا يا طفله يعيط لي ديما يا فرخه ولا يا طفله يرحمه وقال لي سلم على سي عمر الشريف هكا سلمت عليه ومن بعد في الاوتيل وليت نقعد حليه شويه ندكك عليه نحكي معاه دونك عمر الشريف اول شخصيه معناها جو لابورد هكا بكل ثقه في النفس وما كنتش نحلم بيان سور باش نقابلو بعده هو فما داني جلوفر فما يسري نصر الله يسري نصر الله معناتها اول مره قابلته فيها المخرج المصري بور موا سيتي معناها اون تيغي قابلت معناتها نيلسون مانديلا ولا تشي جيفارا ولا حد اخر ولا انا نتفكر حاجه نتفكر عسل علي اللي مش في الدوره نتاع 2016 مي قبلها جاز نزل علينا عسل علي اللي ضيف ونتفكر كان ما يحبش يقعد لا في الاوتيل لا شيء يا يتفرج في فيلم يا يحوس على ساقي في لافينو ومرة قلت له سي عزت يا أخي أقعد شوية مع ترتاح في الوتيل أقعد معنا وقال لي يا بنتي قال لي راهو أنا الفرحتي أني نجم ندور في الشارع والعباد ما توقفنيش بون افري دي وقت ما فماش دي بورتابل ودي سيلفي مي قال لي راهو في مصر ما نجمش نمشي 100 خطوه لقدام معناتها ما غير ما يوقفوني 10 عباد دونك اسل علي لي شيخ في لافينو هذيك كان ذكرها ياسر وبيان سور الضجه المزيانه بالنسبه لنا اللي صارت في الضربه الارهابيه نتاع 2015 في محمد الخامس ايام قطر السينمائيه كيف خالد ابو النجاة وفتحي عبد الوهاب واصدقائنا فنانين مصريين وصلوا معناتها وصلوا خرجوا في الليل في الكوفر فو وصوروا في الافينو مسانده للشعب التونسي ضد الارهاب ونتذكر انه وقتها صارت الضربه جازده محمود حميده وقال لي معناتها انه باش يحاول يتصل باي انفيتي فيستيفال يعرفوا وجاي باش يقول له نانيول با لا ريزيرفاسيون يجيو لتونس راه يلزم يكونوا موجودين. انا عشت ديفيرامون انا فيت نخدموا في الدوزيام ايتاج وهبطت وقتها باش نقابل صديق مازال كيوصل للافريكا باش نسلم عليه ونقعد معاه شويه وما راني الا صارت الحكايه والعباد جات تجري وجاوني حتى الاولاد اللي يخدموا في الافريكا قالوا لي سونس راه باش نسكروا ما عاد يخرج حد وما عاد يدخل حد بور لو مومون لاسباب امنيه بحته بالطبيعه. بيان سور تعملت انا بلوس فما شكون من الامن الرئاسي جمال يرحمه نعرفه مليح نعرفه بالكدا توفى يرحمه تعملت من بعديك كي غزرت نلقى بناتنا معناتها دي جون اصغر مني كوميم وكل شيء يبكيو في وسط لوتيل معناتها فنانات ومن لورغانيزاسيون كي شفت بعض الضيوف موجودين وداخلين بعضهم معناتها خافوا او ميم طون حزين علينا وهذاك الكل الا فالو كو هكا نشد روحي نلعب فيها كالمراه الرزينه وجو كونسولي تو الموند جو اسي هكا دو جيري شويه في الريسبسيون اي تو من بعديك عملنا ريونيون وقت جماعة الجي سي سي وقررنا ان نواصلوا ايام قطر السينمائية مساندة لتونس ومساندة للحياة وضد الموت والارهاب بالطبيعة. اكثر دورة تعني لي ياسر سيتي دورة نتاع ايام قطر السينمائية 2008 على خاطر الدورة هذيك معناتها من الصباح لليل موجودة في كل شيء غيان كو على خاطر وقتها فما احلام الوسلات يرحمها اللي هي صديقتي اون كروند سينيفيل بنت لفتيسيسام مديرة العاشورية مريضة وقتها بالسرطان وموغونت وبالنسبة لنا انا فولو بروفيتي قد ما نجمو بالدورة الاخرانية اللي كانت باش تعيشها وافكتيمون في ديسمبر توفيت احلام.
Le JCC, à part les cinéphiles, à part les débats, à part les rencontres, à part le khedmental, tout ce qui est distribution de films, les rencontres professionnelles et tout, راهو حركة في تونس. معناها تونس عندها جمعة centre-ville يولي مزيان برشا. Donc, حق العباد اللي يهبطوا للcentre-ville انهم كل عام يشوفوا الافنيو مزيانة كيكا وحافلة كيكا سورتو حي. انا شيخت هذيك بعد الفيلم انا وصحابي نتقابلوا في قهوه فيتفي في روسيني بالاس فهمتي باش نحكيوا على الفيلم ونشوفوا بعضنا شنو باش الفيلم اللي بعده. فما ملاحظه قد ما خدمت في الجي سي سي ونحب ياسر خدمه الجي سي سي قد ما نبدا هكا فرحانه كي ما نخدمش في الجي سي سي خاطر باش نشبع بالافلام اكثر فهمتي وبصحابي سورتو. دونك هذيك كل قهوه نتاع ربع ساعه اونتر دو فيلم ونحنا شعرنا واقف ونزربوا وانا باش نمشي هكا وانت هكا واش قولك كان مش هكا هذيك. وبعدها هي فما لافارتيز مزينه برشا العشاء في لاماما سي ان ريتويل كي تري امبورطون خاطر نتلموا كنا نتلموا معنا نجيب عياد يرحمه معنا شوق المجري يرحمه نتلموا نحكيوا معناتها الافلام اللي تفرجنا فيهم طول لون دو لا جورني نناقشوا فيهم ونضحكوا نضحكوا وعفيت ولاد السينما نحبوا برشا الحياه معناها بنسينا برجالنا. Donc il y a cette joie de vivre où femme la passion fait quelque chose. Nous sommes des gens passionnés. Voilà je suis intervention divine de Ilya Suleiman Yed Ilahia. Où on a engagé au bout de gauche au Zeka. Mais en fait quand je suis sorti de la haka. En plus maintenant on sait le cinéma palestinien, le cinéma tabac اللي فيها برشا رمزية وباش تحكي على الحريس محصان يجري وزيتون وكل شيء. مي إليا سليمان معناتها عمل سينما فلسطينية متاع يعني تابع القضية تحكي على القضية مي بطريقة أخرى ليغوني لومور نواغ اي تو. دونك سيتي نوفو بو موا وعطاتني كف باهية هكايا متاع راهو نجمو نحكيو على القضايا القوية برشا أمور معناها. ومشيت نجري لصحابي الكل اللي معايا في الفاكولتي وفي الفاكولتي الأخرين قلت لهم راهو يلزمكم تفرجوا فيه. وقتها effectivement باش هذو ستوديون صحابي انا وصاحبتي مشاو تفرجوا فيه وتحل ديبا كامل معناتها في لي فاكولتي كاريمون تحكينا عليه برشا. سينون فما برشا افلام معناتها مثلا السينما افريكان معناتها كي ما جاتش الجي سي سي والفيفاك معناتها بالحق نجم نكون بعيده ياسر على السينما افريكان فهمتي. معناتها مثلا فيلم باماكو عندي انا من اروع الافلام اللي شفتهم في حياتي الكل نتاع عبد الرحمن سيساكو. دونك جي تي ماركي بار بليزيور فيلم. الفيلم اللي خلاني كتبت اول مره في حياتي وطاهر شيخاوي وعبيد اخرين معناها قراوا ليكزيرسيس اللي عملته المؤنسيتي باش نولي نكتب على السينما سيتي فيلم تبع الاف تي سي ان فيت ان كور ميتراج دو مير بن خليفه اللي اسمه لا جاميل. أول حاجة بيان سور أنا بالنسبة لي أنا هذايا راهو سي مون بوان دو فيو بيرسونيل يلزم برشا ثقافة راهو معناها يلزم مثلا كي تفرج فيلم باماكو تفهم اللي راهو يحكي على لا موندياليزاسيون فهمتني مش راهو فيلم هكا جوست لما عباد في وسط في حوش نتاع دار وعاملين كيما هكا كيما التمثيلية محكمة كل شيء يلزم ديما تقرا حتى ثقافة تخليك تقرا في دوزيام دوغري سا دو دو دو. انا شاركت في برسك في ليزاتولي من لوميير للسون للدنيا الكلها معناها لازم تفهم كومون سا سا سباس في لي تورناج علاش مثلا شنو معناها علاش لوميير طايحه في السيكونس هذه وماهيش طايحه في السيكونس اللي بعدها. هذايا ليزاتولي نتاع لي ميتي دو سينما مهمين ياسر. ومن بعديك بيان سور تجي ليزاتولي نتاع ليكريتور سينماتوغرافيك.